في القاهرة طالبت جامعة الدول العربية في ختام اجتماع على مستوى المندوبين الدائمين المجتمع الدولي بموقف عملي وفعال لحماية المدنيين الفلسطينيين، كما دعت مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن وممارسة الضغط اللازم على الاحتلال لوقف عدوانه وحصاره على الشعب الفلسطيني. مندوب الأردن الدائم لدى الجامعة العربية أمجد العضايلة كان له دور محوري في هذا الاجتماع. مندوب فلسطين طلب أيضا يعني إرسال قوات حفظ سلام في الضفة الغربية وغزة لحماية المدنيين الفلسطينيين وتشكيل آلية عملية وفعالة لإدانة إسرائيل وحث المجتمع الدولي على وقف هذه الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين.